اركضوا. مدهش حقا. لا يعلى عليه. من فعل هذا؟ أهذا الديك مسكون؟ فلنقطع الأمواج كما نقطع شرائح البسطرمة. متأكد من ترك المنزل في مسؤولية هذا الاختراع؟ لا داعي للقلق، لم تفشل أبداً إحدى اختراعاتي العبقرية أبداً. تقريباً فوزتي مجدداً. لا تخافي أبداً، لابد من وجود سبب لذلك. لا تقلقا، أنا أعرف السبب. ديك مسكون، توجد ديوك مسكونة بالفعل. جومبا، ماذا يحدث؟ في الغالب عطل في المفاعل، انتظروني هنا. اثنين اثنين ثلاثة. مرحبا تجربتي العزيزة. صممتك لتحويل التكنولوجيا ضد أصحابها، لكن لا تنسى أنا جومبا مخترعك الأصلي. يجب أن أحذرهم. اثنين اثنين ثلاثة، افتح الباب. أشكرك. ابقوا هنا، سأبحث عن جومبا. جومبا، جومبا، هل أنت بأعلى؟ ناني تأخرت بصورة مقلقة. هذا يشبه صراع المومياوات، حيث يخطف السكان واحداً تلو الآخر. يخطفون؟ ماذا تعنين بيخطفون؟ أنا لا أريد أن أخطف. اهدأ، أعرف قواعد اللعبة جيداً. نحن بخير طالما بقينا معاً. هيا. هذا مستحيل، ليس مع هذه الدواجن المسكونة. سأبقى هنا حيث لن يمسني. بوكلا، 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 أين أنت؟ من هنا؟ ها؟